السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم دكتورة شيرين حامد، مدرس الأنسجة والخلايا في طب المنصورة، وإن شاء الله النهاردة مراجعة سريعة على الماسكولوسكليتال سيستم. الماسكولوسكليتال سيستم هنتكلم فيه عن الكارتليج والبون. أول حاجة، الكارتليج ده نوع من أنواع الكونكتيف تيشو، بور ان بلاد سبلاي. ثلاث انواع، هيالاين كارتليج واليلو الاستيك فايبرو كارتليج والوايت فايبرو كارتليج. اول حاجه الهيالاين كارتليج، من اسمه هيالاين، هيا نفتكر هيا يعني ايه؟ هيا نلعب. نفتكر انه موجود فين؟ هيا نلعب، يبقى في طفل صغير الفيتس، الفيتال سكيلتون في الاول كله بيبقى هيالاين كارتليج. نفتكر الطفل ده بيلعب، فاللعب محتاج ايه؟ محتاج اكسجين، محتاج تنفس. فيبقى من اول بقى النوز، هناخد بقى الايه اللي نوز الكوستال كارتليج ريسبيراتوري باسجز، كل ده هيالاين كارتليج. بالاضافه اللعبه محتاج حركه في الارتيكولار سيرفيس بتاع البون، وطبعا اللارنكس كمان، الغضاريف الكبيره فيها اللي هي الثايرويد والكريكويت. يبقى دي الغضاريف بتاعه الهيالاين كارتليج، الاماكن بتاعتها. الهيالاين كارتليج الاستراكشر بتاعه عبارة عن ايه؟ عبارة عن غشاء خارجي اسمه بيريكوندريوم، خلايا اسمها الكارتليج سيلز او الكوندروسايتس، والماتريكس اسمها الكارتليج ماتريكس. يبقى دي الثلاث مكونات بتاع الهيالاين كارتليج. اول حاجة البيريكوندريوم، البيريكوندريوم عبارة عن فاسكولار كونكتيف تيشو سراوند الكارتليج، اي كارتليج محاط بالبيريكوندريوم ما عدا الارتيكولار سيرفيس بتاع البون، لان العظمتين هيحتكوا ببعض، ما ينفعش يبقى فيه بيريكوندريوم في النص بينهم. بيتكون من البيريكوندريوم زي البريوستيوم، هيتكون من طبقتين، اوتر فايبروس وانر، هنا فيها خلايا انر كوندروجينيك، يبقى اوتر فايبروس لاير وانر كوندروجينيك لاير. في البون بقى نقول انر اوستيوجينيك. اوتر فايبرس لاير عبارة عن من اسمها فايبرس، يبقى فيها كولاجين فايبرز وفيها البلاد فيسلز. وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها فيها بلاد فيسل، يبقى هي مسؤولة عن النيوتريشن والتغذية، دي بقى هي مسؤولة عن البلاد سبلاي. تاني حاجة، بما انها فايبرز تدي تقدر تخلي العضلة تمسك في الكارتريج، يبقى في سايت فور اتاشمنت اوف ماسلز. طب الانر كوندروجينيك من اسمها، انر داخلية، كوندروجينيك يعني فيها خلايا، خلايا اسمها الكوندروبلاست، صف او صفين من الكوندروبلاست، الخلايا الزرقاء اللي احنا شايفينها قدامنا دي، تبقى دي بيزوفيليك سيلز بالشكل ده، فلات سيلز وفوسفلات نيوكليوي. مسؤولة عن ايه الكوندروجينيك سيلز دي؟ مسؤولة من اسمها كوندروجينيك يعني خلايا لها القدرة على الانقسام والتصنيع، فهي دي اللي تقدر تكون غضروف، هي مسؤولة عن الجروس اوف كارتريج. يبقى الجروس اوف كارتريج المسؤول عنه هي الكوندروجينيك لاير، الانر كوندروجينيك لاير. طيب الكارتليج سيلز، عندنا نوعين من الكارتليج سيلز، هي اولا كارتليج سيلز اسمهم كوندروسايتس، اسمهم كوندروسايتس، نوعين، يونج كوندروسايتس وماتيور او اولد كوندروسايتس. يبقى احنا عندنا الكوندروبلاست في الانر كوندروجينيك، اما الكوندروسايتس هنلاقيها هنا بقى يانج كوندروسايتس. اليانج كوندروسايتس دي جايه منين؟ من الانر كوندروجينيك. يبقى الانر كوندروجينيك تدينا اليانج كوندروسايتس، عباره عن فلات سيلز وسفلات نيوكليوي وسيتوبلازم، يبقى بالبيزوفيليك، يعني بيزوفيليك برضو لونه ازرق بس اقل شويه من الكوندروبلاست لان دي نشاطها اقل شويه. تمام، موجودة سينجلي انزير لاكوني، موجودة بالشكل ده سينجلي انزير لاكوني، موجودة في البريفري ناحية البري كوندريوم. طب الماتيور، الماتيور من اسمها ماتيور او الاولد، هتبقى خلايا كبيرة كده مدورة تخينة كده، فيها فات وجلايكوجين وبيزوفيليك جرانيولار سيتوبلازم، بالاضافة ان فيها انزيم اسمه الالكالاين فوسفاتيز، دي بقى لها القدرة على الانقسام، انها كبرت بقى خلاص ما عادتش سينجل، ممكن تبقى عبارة عن 2 أو 4 أو 8 في اللاكونة ويسموه سيل نيست. طبعا بتبقى ديب ان ذا كارتريج، عكس التانية بتبقى في البريفري، اللي هي اليانج كانت في البريفري. طب الماتيور كوندروسايت زي اي خلية بتصنع ماتريكس، فيها بتصنع بروتين، هيبقى فيها ريبوزومز وري ار وميتوكوندريا وجولجي، الكلام العادي اللي معروف، بالاضافة ان فيها السيرفس فيها بروسيسز كده عشان تزود السيرفس اريا بتاعتها.
الماتيور كوندروسايت وظيفتها ايه؟ انها بتقدر لها قدرة على الانقسام، بتقدر تصنع كارتريج، يبقى مسؤولة عن الجروس اوف كارتريج، نوع من الجروس اسمه انترستيشيال جروس، هنقوله دلوقتي ان شاء الله. بالاضافة طبعا انها بتصنع الماتريكس بتاع الكارتريج. الكارتريج ماتريكس بقى، الماتريكس بتاع الكارتريج دي تتوقعه بتاع الهيلاين تتوقعه عامله ازاي؟ اولا بما انه كارتريج يبقى فيرم او رابري ان كونسيستنسي، اي فاسكولار ما فيهوش بلاد، عشان كده البلاد بيجيله بالديفيوجن من البريكوندريوم، بيزوفيليك لونه ازرق كده ان فيه سلفيتد جاجز، هوموجينس متجانس، يبقى هايلاين هوموجينس، هايلاين يعني زجاجي شبه الزجاج، فالماتريكس بتاعه بتبقى متجانسه بالشكل ده. 75% بيبقى تيشو فلويد عشان يسمح بالديفيوجن ويعمل شوك ابزوربر يمتص الصدمات، وبيبقى ايفاسكولار، فيها امورفس سابستانس اللي هي الجاجز والبروتيوجلايكانز والجلايكوبروتينز، بالاضافه لكولاجين تايب 2. خلي بالكم الهايلاين في كولاجين تايب 2، افتكروا هايلاين اتش 2، شوفوا عصايتين زي بتوع الاتش اهو، يبقى تايب 2 موجود فين؟ في الهايلاين، ما بيجي مش تايب 1، تايب 1 ده بيبقى قوي بيعمل فايبرز، هنا لا، هايلاين زجاجي هوموجينس في التايب 2. الصبغات بتاع الماتريكس لسه قايلين عباره عن فيها السلفيتد جاجز، عشان كده ممكن تبقى بيزوفيليك، إيه كمان ممكن تصبغ ميتاكروماتيك بالتولويدين بلو تدينا لون بيربل، وفيها كربوهيدرات اللي هي جلايكوبروتين وكده، فايه فتتصبغ بالباس لون ماجنتا كارر، بي اس يصبغها ماجنتا. تاني نوع من الكارتلج اسمه يلو الاستيك فايبرو كارتلج، يبقى هو فايبرو هو كارتلج بس فيه فايبرز، يلو الاستيك فايبرز، عشان كده يسموه يلو الاستيك فايبرو كارتلج. موجود فين؟ افتكروا الاستيك حرف الاي يبقى كله بالاي، موجود في الاير اوليكل، الاكسترنال اوديتوري مايتس، الاوستيكيان تيوب، الابيجلوتس او لسان المزمار، كلها حرف الاي بالشكل ده. اليلو الاستيك فايبرو كارتلج ايه الفرق بينه وبين الهايلاين؟ زيه بالظبط في معظم الحاجات ما عدا طبعا اماكن مختلفه، الفرق بس ان الماتريكس مليانه الاستيك فايبرز بالشكل ده، ماتريكس مليانه الاستيك فايبرز. اليلو الاستيك فايبرو كارتلج الكوندروسايت موجوده سنجلي اور ان جروبس، طب الستيم بتاعه بقى طبعا انه في الاستيك فايبرز، الاستيك فايبرز كانت بتتسبغ بالفير هوفز، افتكروا اوف تيرن اوف، يبقى لون بلاك، فير هوفز ستين يصبغ الاستيك فايبر لون بلاك. الوايت فايبرو كارتج ده فايبرو كارتلج نفس الكلام بس بقى من الكولاجين، مليان كولاجين فايبر، ده حمال الاسيه بتاعنا، ده اقوى كارتلج عندنا، هيبقى موجود في الاماكن اللي معرضه على طول للضغط وكده، فمحتاجه قوه زي الانتر فيرتبرال ديسك، الغضاريف اللي بين الفقرات. ايه كمان؟ السيميليونر كارتريج بتاع الني، الني برضو كل ركبه ديت حملت الاسيه شايلانا على طول، ففيها سيميليونر كارتريج، ده بيبقى وايت فايبرو كارتريج، بالاضافه للسيمفيزيس بيوبس، العظم بتاع الحوض ده ماسكين في بعض العظمتين دول بايه؟ بنوع من الكارتريج اسمه ايه؟ اسمه السيمفيزيس بيوبس، ده بيبقى وايت فايبرو كارتريج، وطبعا مهم يبقى حاجه قويه جدا ان العظمتين دول الحوض ماسك بدي بالحته دي بس، لو فتحت خلاص كل عظمه هتروح في ناحيه. وطبعا كمان التيرمينال بارت اوف تندون، عارفين التندون بيبقى عباره عن وايت فايبرس كونكتيف تيشو، هيبقى اخر حته فيه بقى بتبقى فيها حته غضروف كده وايت فايبرو كارتج. الوايت فايبرو كارتج زي ما احنا شايفين بالشكل ده، شايفين الغضروف، الغضروف موجود بين الكونكتيف تيشو كده بين الكولاجين فايبرز، يعني يعتبر ترانزيشن بين الكارتج هايلاين كارتج وبين الدنس كونكتيف تيشو. مفيش بريكوندريا، مش هنحتاج بريكوندريا بقى، ما الفايبرز كتيره اهي بالشكل ده، وطبعا مليان كولاجين تايب 1 اقوى نوع اللي بيعمل باندلز بالشكل ده، والكوندروسات ارنجد ان روز موجوده في صفوف بالشكل ده، وطبعا الماتريكس لونها اسيدوفيليك عشان مليانه كولاجين تايب 1. زي ما قلنا الوايت فايبرو كارتج موجود في الانتر فيرتبرال ديسك، الانتر فيرتبرال ديسك زي ما احنا شايفين كده بيبقى عباره عن جزئين، جزء خارجي اسمه انيولاس فايبروزس عباره عن فايبرز كده وايت فايبرو كارتج، وجزء داخلي طري بيسموه نيوكلياس بالبوزس، نيوكلياس كانه النواه كده في النص، ده بيبقى الجزء الداخلي ده جيلي لايك ماتيريال، ده الطبيعي، الغضروف الطبيعي بالشكل ده، مع التقدم بقى في العمر والحركه كتير وكده، فايه اللي بيحصل؟
ان بيضعف، الوايت فايبرو كارتلج ده بيضعف ويبدا الانيولاس بالبوزاس، تبدا النيوكلياس بالبوزاس عفوا، تبدا النيوكلياس بالبوزاس تخرج من الانيولاس فايبروزاس وتبدا تضغط على الاعصاب، تبدا تضغط على السباينال نيرف، ده اللي بيعمل الالم. ناس يقول لك انا عندي ديسك، عندي ديسك، ده بيبقى اسمه هرنيات الديسك او برولابس الديسك، حته خرجت كده من الديسك ضغطت على الاعصاب، دي بتبقى حلها بقى ايه، ممكن بعد كده الجراحة وتشيل. طب بالنسبة للجروس بتاع الكارتلج، عندنا نوعين من الجروس، حاجة اسمها ابوزيشنال جروس اند انترستيشيال جروس. انترستيشيال اسمه انترستيشيال يعني داخلي، من داخل الغضروف. ابوزيشنال يعني حاجة من اوتسايد، من الخارج، تمام. ابوزيشنال حرف البي، يبقى الابوزيشنال ده مسؤول عنه الكوندروبلاست، اما الانترستيشيال مسؤول عنه الكوندروسايتس، تمام. الكوندروبلاست لو تفتكروا كانت موجوده فين، كانت موجوده في البريكوندريوم، فيبقى هي المسؤوله عن الابوزيشنال جروس. افتكروا بي بلاست بره، بي بره يبقى اوتسايد، يبقى دي بتعمل جروس فروم اوتسايد لان البريكوندريوم موجود في الخارج اوتسايد، اما الانترستيشيال الكوندروسايت موجوده جوه، فدي بتعمل جروس وزن ذا كارتج من الداخل. كوندروبلاست اكتيفيتد وتتحول للكوندروسايتس، ودي بعد كده تبدا تصنع الماتريكس بتاع الكارتلج. انترستيشيال عباره عن الكوندروسايتس يقدر يحصل لها ديفيجن وزير انزير لاكوني، وبعد تبدا تصنع كمان الكارتلج ماتريكس. الابوزيشنال جروس او بتاع البريكوندريوم ده بيبقى من بره كده، فيزود الويتس، يزود عرض الكارتلج. اما الانترستيشيال جروس اللي من الداخل يبدا يزود الطول بتاع الكارتلج، اللينس بتاع الكارتلج. البون كده خلصنا الكارتلج، نبدا البون. البون عباره عن زي ما اتفقنا يبقى حاجه غشاء خارجي محاط، هنا يبقى اسمه بيري اوستيوم. خلايا هنا اسمها بون سيلز، ماتريكس بون ماتريكس، تمام كده لغايه دلوقتي زينا زي الكارتريدج. الفرق ان كمان في غشاء داخلي محوط العظمه من جوه اسمه اندوستيوم، دي الحاجه زياده عن الكارتريدج. الخلايا هنا انواع الخلايا هناك لو تفتكروا كانت في الكوندروبلاست موجوده في البريكوندريوم، وكانت الكوندروسايتس نوعين، يانج كوندروسايتس واولد او ماتيور كوندروسايتس. هنا بقى اربع انواع، خليه اسمها الاوستيوجينيك سيلز والاوستيوبلاست، اوستيوسايتس والاوستيوكلاست. يبقى هنا قلنا اتنين مش موجودين هناك، اوستيوجينيك واوستيوكلاست. طيب البون ماتريكس، البون ماتريكس هنا طبعا هتبقى صلبه، هارد او سوليد انكونسستنسي وريتش ان بلاست سبلاي، عكس التانيه كانت فيرم وايفاسكولار. الخلايا الاربع خلايا اللي عندنا، اول حاجه الاورجن بتاعتها الاوستيوجينيك، دي الاولانيه، الاوليه بتاعتهم خالص جايه من اليو ام سي او اللي هي ان ديفرنشيتد ميزينكايمال سيلز. طب الاوستيوبلاست، الاوستيوبلاست جايه اليو ام سي تتحول لاوستيوجينيك، والاوستيوجينيك تتحول لاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست تبدا تصنع ماتريكس كتير وبعد كده ترتاح جوه اللاكونه ويبقى اسمها اوستيوسايتس، تمام. يبقى الثلاثه بيسلموا لبعض. الاوستيوكلاست اللي بتاكل، كلاست كل يعني بتاكل، دي جايه من خليه اسمها المونوسايت، المونوسايت دي هي اللي بتصنع الماكروفاج، هي اللي بتصنع اي حاجه بتاكل اللي هي المونوسايت، تمام. طيب الاماكن الاوستيوجينيك واوستيوبلاست هم جايين من بعض، دي ام دي، تمام. الاثنين اماكنهم واحده، موجودين في الاغلفه. ايه الاغلفه اللي في البون؟ غلاف، غلاف خارجي اسمه بيري اوستيوم، غلاف داخلي اسمه اندوستيوم، والبون مارو كافيتيز الفراغات اللي فيها البون مارو متبطنه بالاوستيوجينيك والاوستيوبلاست، تمام. الاوستيوسايت اتفقنا ان لما الاوستيوبلاست تبدا تصنع وتبدا ترتاح، ترتاح وتعمل حواليها لكنة وتبقى اسمها تتحول من اوستيوبلاست للاوستيوسايت. طب الاوستيوكلاست، الاوستيوكلاست نفس الكلام هتبقى موجوده في الاغلفه، بس مش معقوله اوستيوكلاست الخلايا اللي بتاكل دي مش معقوله تبقى بره في البري اوستيوم، لا هتبقى في الاندوستيوم وفي البولموري كافيتي وحاجه اسمها الميدالري كافيتي اللي هو الفراغ اللي مبطن العظمه من جوه، تمام. يبقى الاوستيوكلاست موجوده في الاغلفه الداخليه فقط مش هتبقى في البري اوستيوم، تمام. وطبعا اللاكونه بتاعتها بيبقى اسمها هاو شيبس لاكونه. الاوستيوجينيك سيلز بتبقى خليه بسيطه، فلات سيلز، فلات نيوكلياس، في بيزوفيليك سيتوبلازم، في رايبوزومز، واري اور، زي كانها زي شبه الستيم سيلز كده.
تمام. الاوستيوبلاست بقى، الاوستيوبلاست نبص على الصوره ونقول الصوره قدامنا موضحه ان لها بروسيسز اوفال ان شيب، طبعا فيها زحمه قوي، خليه نشيطه جدا، فيها ريبوزومز وار ار كتير، فتبقى ديب بيزوفيليك سيتوبلازم، النيوكلاس مش لاقيه مكان فتبقى السنتريك بالشكل ده، الجولجي كبير فيبقى فيه نيجاتيف جولجي ايمج، تمام. اما الاوستيوسايت، الاوستيوسايت هنا شايفين البيزوفيليك قل شويه، ليس بيزوفيليك، البروسيسس فيها اكتر، النيوكلاس خلاص ما عادش الريبوزومز واري ار كتير قوي زي البلاست، بقت اقل شويه، فالنيوكلاس تدخل تاني تقف في السنتر في مكانها اللي كانت واقفه فيه قبل كده. وطبعا بيبقى فيها الكالين فوسفاتيز، انزيم اسمه الكالين فوسفاتيز، وهنقول ايه وظيفته دلوقتي. الاوستيوكلاست، الاوستيوكلاست دي خليه كبيره 20 ل 30 مايكرون، مليانه نيوكليا، لانها مش خليه واحده، مجموعه خلايا اتحدوا مع بعض، مالتي نيوكليتد سيلز. السيتوبلازم بيبقى فومي لان فيها خليه بتاكل، يبقى فيها لايزوزوم، فالسيتوبلازم يبقى فومي سيتوبلازم. البراش بوردر بتاعها يعني البوردر الخارجي بتاعها زي فرشه كده، زي المنشار، براش بوردر عشان يبدا تاكل بيه، الريجولار بوردر. طب بالاي ام عاملين ازاي؟ سهلين قوي، الريبوزوم زواري ار وجولجي، خليه بتصنع بروتين، اوستيوبلاست والاوستيوسايت هيبقى فيهم الريبوزوم والجولجي والميتوكوندريا، الحاجات اللي احنا عارفين. طب الاوستيوكلاست، لا الاوستيوكلاست مختلفه بقى، هيبقى فيها اللايزوزوم، هيبقى فيها بما انها هتنقل كالسيوم فمحتاجه طاقه، اي ترانسبورتنج سيل محتاجه طاقه، يبقى فيها ميتوكوندريا كتير، فيها فينجر لايك بروسيسز عشان تبدا تاكل بيه البون. الوظيفة الاوستيوجينيك وظيفتها ايه؟ الاوستيوجينيك تتحول للاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست دي بعد كده بقى هي اللي هتكون البون، تمام. فهي مهمة الاوستيوجينيك سيل دي في الجروس وفي الهيلينج، لو عظم بينمو او في حالة الهيلينج لو في ركشر او كسر او حاجة. طب الاوستيوبلاست، الاوستيوبلاست بلاست يعني بتبني، بتبني ايه؟ بتبني البون، يبقى هتعمل ماتريكس فورميشن، ده مش بس كده كمان، ده عايزه ترصب كالسيوم عشان الماتريكس دي تبقى قويه، فيها كالسيوم كالسيفايد. فهتعمل ازاي ترصب كالسيوم؟ عن طريق الالكالين فوسفاتيز، الالكالين فوسفاتيز ده يعمل الكالين ميديا، الالكالين ميديا يرصب الكالسيوم، عكس الاسيديك ميديم يدوب الكالسيوم، تمام. طيب ده مش بس كده كمان، في انزيم اسمه البايروفوسفاتيز، البايروفوسفاتيز ده بيعمل ايه؟ يكسر ماده اسمها البايروفوسفيت، ماده البايروفوسفيت دي بتمنع الكالسيفيكيشن، فهو يكسر الماده اللي بتمنع الكالسيفيكيشن، فبالتالي يقدر يعمل كالسيفيكيشن للبون. كمان في حاجه اسمها الماتريكس فيزيكال، دي ماتريكس فيزيكال دي عباره عن بادز كده، براعم من السيل ممبرين فيها كالسيوم، هي بتقدر الاوستيوبلاست تكونها. وبعد كده خلاص لما تعبت وبنت وكونت وعملت العظم وكده، خلاص تبدا ترتاح في اللاكونة، في البيت بتاعها اللي بنته اسمه اللاكونة، ويبقى اسمها اوستيوسايت. طيب الاوستيوسايت وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها برضك ممكن تكون ماتريكس وكده، بس دي بقى ايه؟ صيانه بقى، يعني هي خلاص بنت بيتها، بس لو حته اتكسرت من البيت، حته باظت، هي تبدا تكون ماتريكس في الاوقات دي بس، تمام. يبقى هي بوظيفتها انها بتعمل ايه؟ بريزيرف الانتجريتي اوف بون ماتريكس، تحافظ ان العظم على طول يفضل كويس، لقت حته ما فيهاش كالسيوم، حته ما فيهاش ماتريكس كتير، تبدا تصنع، يبقى هي وظيفتها الصيانه، بريزيرف اند مينتنس اوف بون، تمام. طب الاوستيوكلاست، لا دي مختلفه بقى، الاوستيوكلاست كل يعني بتاكل، تعمل ايه؟ بون ريزورب، عشان تبدا تاكل في البون. ليه تاكل في البون؟ اثناء الكالسيفيكيشن، اثناء النمو، عشان تعمل بون ريمودلنج والعظمه تبقى كده مسويه مع بعضها، تبدا اي حته زايده تاكلها. لو حصل كسر وفي بون دبرس وفي بقايا كده من البون متكسره مش محتاجينها، تبدا تاكلها، دي الاوستيوكلاست. البون ماتريكس جزئين، اورجانيك وان اورجانيك، دي 50% ودي 50%. الاورجانيك الحاجات العضويه اللي هي الكولاجين تايب 1 اقوى نوع، سلفيتد جاجز، جلايكوبروتين اسمه اوستيونكتين، اما في الكارتليج بيبقى اسمه كوندرونكتين، تمام. دي اوستيونكتين، ده بيعمل انكر للايه؟ للسيلز ويز بون ماتريكس. الجلايكوبروتين ده يلزق، بوظيفته انه يثبت الخلايا في الماتريكس. طب الان اورجانيك، المواد الغير عضويه، الكالسيوم والفوسفيت، املاح الكالسيوم والفوسفيت. البريوستيوم، البريوستيوم زي البريكوندريوم، عباره عن طبقتين، اوتر فايبرس لير وانر اوستيوجينيك لير. الاوتر فايبرس لير مليانه كولاجين فايبرز، مليانه البلاد فيسلز. الانر اوستيوجينيك فيها خلايا اللي هي اسمها الاوستيوجينيك سيلز.
ايه وظيفة البيريوستيوم؟ زي هناك وظيفته هيبقى ايه؟ يبقى وظيفته البلاد سبلاي، وظيفته جيف اتاشمنت للماسل والبون والتندون، تمام. ايه كمان الاوستوجينيك دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها تبدأ تكون بون فورميشن، سواء في الجروس او في هيلينج اوف فراكشر لو في كسر او اثناء النمو. الاندوستيوم ده بقى الداخلي اللي مبطن العظمه من جوه. الاندوستيوم ده فاسكولار كونكتيف تيشو، عباره عن موجود في الانر سيرفيس بتاع البون، مبطن البون مارو كافيتي ومبطن الميدلري كافيتي اللي هو ده الفراغ اللي جوه العظمه من جوه. ده في العظمه الطويله بيبقى جواها فراغ في النص كده اسمه الميدلري كافيتي، وكمان بيبطن الهافيرجيان كانال، الفراغات اللي احنا شايفينها الصغيره دي اسمها الهافيرجيان كانال بيبطنها. غني بايه بقى الاندوستيوم ده؟ هيبقى فيه ايه؟ في الخلايا اللي احنا قلناها، فاكرين الاغلفه؟ الاغلفه كان فيها ايه؟ بالذات الغلاف الداخلي كان فيه اوستيوجينيك سيلز، اوستيوبلاست، اوستيوكلاست. يبقى كل انواع البون موجوده هنا ما عدا الاوستيوسايت. الاوستيوسايت موجوده في اللكنه بتاعتها جوه العظم ذات نفسه، ما تنفعش تبقى في الاغلفه. بالاضافه طبعا ان في بلاد فيسل موجود في الاندوستيوم. الاندوستيوم وظيفته ايه؟ وظيفته نفس الكلام، في بلاد يبقى بيدي بلاد سبلاي ونيوتريشن، وفي اوستيوجينيك سيلز واوستيوبلاست مسؤولين عن الجروس او الهيلينج بتاع البون، وفي اوستيوكلاست مسؤول عن البون ريزوربشن. ايه انواع البون؟ عندنا نوعين من البون، حاجه اسمها كومباكت بون او العظم المصمت، وسبونجي بون او الكانسيلاس بون او العظم الاسفنجي. اول حاجه الكومباكت بون، كومباكت من اسمه مصمت قوي، موجود فين؟ موجود في الشافت اوف لونج بون، العظم كده اولا ما بيبقاش فيه فراغات باينه بالنكد اي، موجود العظم الطويل اي عظمه طويله لونج بون، الشافت او جسم الخليه جسم العظمه او اسمه الديافيزس دوت بيبقى عباره عن كومباكت بون. مش بس كده، كمان السكال الجمجمه بتاعتنا ثلاث طبقات، طبقتين الاوتر والانر كومباكت، والميدل بتبقى سبونجي، ده عشان يخفف وزن السكال. ده مش بس كده، الفقرات والضلوع كل دي بتبقى عبارة عن سبونجي وحواليها اوتر لير اوف كومباكت بون. تكوينه عبارة عن ايه؟ زي ما لسه قايلين بقى، بيريوستيوم واندوستيوم وبون ماتريكس وبون سيلز، الكلام اللي احنا لسه قايلينه. الماتريكس، الماتريكس عبارة عن هنا في الكومباكت بون بتبقى طبقات عامله لاميلي، عامله طبقات فوق بعضها عباره عن كالسيفايد اوستيو تيشو موجوده بينهم الاوستيوسايتس. يبقى اللاميلي دي موجود بينها الاوستيوسايتس، عباره عن اورجانيك وان اورجانيك كومبوننتس عامله اللاميلي. ايه بقى الانواع اللاميلي؟ برضو لازم عارفين البون لاميلي كم نوع؟ اربع انواع. يبقى الخلايا اربع انواع من الخلايا، واللاميلي اربع انواع. اول نوع تحت البريوستيوم على طول ماشي داير ما يدور كده، بيسموه اوتر سيركمفرنشال، ماسك السيركمفرنس كله اسمه اوتر سيركمفرنشال او اكسترنال، وانر سيركمفرنشال او انترنال سيركمفرنشال، ونوع اسمه كونسنتريك. كونسنتريك يعني واخد الهافيرجن كانال، الدوائر الصغيره دي القنوات الصغيره دي اسمها الهافيرجن كانال، حواليها لاميلي لفه كده واخد الهافيرجن كانال كانها المركز بتاع الدوائر، بيسموه كونسنتريك لاميلي، حوالي 4 ل 20 لاميلي لافين حوالين بعض كده. واخر حاجه بين الكونسنتريك لاميلي وبعضها، دي مجموعه ودي مجموعه بينهم وبين بعض لاميلي بينيه كده بيسموها انترستيشيال لاميلي. يبقى عندنا كام نوع؟ اربعه، اوتر وانر سيركمفرنشال، وفي الكونسنتريك لاميلي، وفي الانترستيشيال لاميلي. في حاجه بقى اسمها الهافيرجيان سيستم. يعني الهافيرجيان سيستم او كلمه الاوستيون، اوستيون دي الوحده الستراكشرال يونت بتاع البون، عباره عن ايه؟ عباره عن هافيرجن كانال، ادي شايفينها هافيرجن كانال، وحواليها اللاميلي اللي المركز بتاعها الهافيرجن بيسموها كونسنتريك لاميلي، والاوستيوسايتس اللي بينهم وبين بعض دي يعني الاوستيوسايت مترتبه بين اللاميلي وبعضها، فالثلاثه دول مع بعض كونسنتريك لاميلي مع الهافيرجن مع الاوستيوسايت بيسموهم اوستيون. اوستيون ده اوستيون اهوت، اوستيون جنبه اوستيون واوستيون. هنا الصوره دي فيها اربعه اوستيون، وحدة بنائية زي طوبة جنب طوبة جنب طوبة، يكونولي الكومباكت بون. ده اللي مدي القوة للكومباكت بون، ان هو فيه تنظيم وفيه ترتيب والاوستيونز جنب بعضها بالشكل ده. الهافيرجيان سيستم لو اتكلمنا عنه، اول حاجة الهافيرجيان كانال، الهافيرجيان كانال دي بتبقى بارالل لونجيتيودنال اكسس بتاع العظمة، ماشية بالطول العظمة كده
فيها ايه؟ فيها البلد فيسل متبطنه بايه؟ ابسط خليه عندنا الاوستيوجينيك، متبطنه بالاوستيوجينيك وجواها البلد فيسل. وطبعا البلد فيسل دي مش هتمشي كده حواليها هوا كده، بيبقى في شويه لوز كونكتيف تيشو كده، النسيج الكونكتيف تيشو اللوز الحنين ده يبقى حوالين البلد فيسلز وبعضها. تمام، يبقى عرفنا اللايند بالاوستيوجينيك وجواها اللوز كونكتيف تيشو والبلاد فيس. الكونسنتريك لاميلي لسه قايلين اهيت لفه حوالين الهافيرجيان من 24 سلندريكال كده اوف كونسنتريك لاميلي كده بالشكل ده، وبينهم وبين بعض موجود الاوستيوسايت بتوين الكونسنتريك لاميلي، لفه داير ما يدور بالشكل ده. الفولكمانز كانال، في كانال بقى تانية غير الهافيرجيان، يبقى الهافيرجيان ماشية بالطول، الفولكمانز كانال بقى دي الوصلات اللي ماشية ترانسفيرس او اوبليك بالشكل ده، ترانسفيرس او اوبليك كانال كونكت الهافيرجيان كانال مع بعضهم، او كونكت الهافيرجيان كانال مع البري اوستيوم او الاندوستيوم. متبطنة بايه؟ زي اختها بالانر اوستيوجينيك سيلز، اوستيوجينيك سيلز موجودة فيها، وطبعا فيها بلاد فيسلز ولوز كونكتيف تيشو. في حاجة اسمها حاجة تانية اسمها البرفوريتنج فايبرز اوف شاربي، فايبرز كده برفوريتنج بتخترق كده العظم وتثبت البريوستيوم في العظم، عبارة عن كالسيفايد كولاجين فايبرز تخترق العظم وتثبته بالشكل ده، بتثبت البريوستيوم في العظمة بالذات عشان لما في تندون او اي حاجة يشد على البريوستيوم فالبريوستيوم ما يتمزعش من العظمة. مين اللي مثبته؟ البرفوريتنج فايبرز اوف شارب، شبه المسامير لايك نيلز انتو زبون، خلاص اكت از انكر فيكسينج ذا بريوستيوم تو زبون، بتثبت البريوستيوم في البون ات ذا سايت اوف اتاشمنت اوف تندون او ليجمنت اور ماسلز. كانسيلا زبون، كانسيلا زبون بيبقى سبونجي لايك، في فراغات بتبان بالنكد اي، موجود فين؟ زي ما احنا لسه قايلين حالا، فاكرين الميدل لاير بتاع السكال، فاكرين قلنا الاوتر كانت بتاع الفيرتبري والريبس كانت كومباكت، اما الانر لاير بقى بتبقى كسبونجي بون بالشكل ده. حاجه اسمها الابيفيزس، الابيفيزس اللي هو الجزء العريض من العظمه من فوق ومن تحت ده، الابيفيزس ده بيبقى عباره عن كانسيلا زبون، وقلنا المثال الشهير قبل كده لو جبنا عظمة فرخة كده وحاولنا نكسرها من النص وحاولنا نكسرها من فوق ونضغط عليها من فوق، من فوق بنلاقيها طرية كده وبتضغط بسنانة، اما من النص تبقى صلبة وتتكسر. تمام، وطبعا ايه كمان الامبريو، الامبريو يانج امبريو بيبقى فيه كانسيلا زبون قبل ما الكانسيلا ده بعد كده تحول لكومباكت. الكانسيلا زبون زي ما احنا شايفين شكله بقى مش هنلاقي فيه الاوستيوم بقى والترتيب بتاع الكومباكت، لا بيبقى عباره عن بون ترابيكولي برانشنج كده واناستموزنج بون ترابيكولي، بينها وبين بعض فيه بون مارو كافيتيز، والبون مارو كافيتيز في دي فيها الاكتيف او الريد بون مارو، بتبقى ريجولار ان شيب ترابيكولي كده. الاوسيفيكيشن، اوسيفيكيشن يعني تحول التكون العظمي، يعني اوسيفيكيشن يعني بون فورميشن، ده اللي بيبقى مسؤول عن الجروس اوف بون، العظم ده بيكبر ازاي؟ عن طريق الاوسيفيكيشن. في نوعين من الاوسيفيكيشن، حاجه اسمها انترا ميمبرانس اوسيفيكيشن وانترا كارتلاجينس اوسيفيكيشن. يعني ايه انترا ميمبرانس؟ يعني اوسيفيكيشن بيحصل في الممبرين، ايه الممبرين؟ زي السكال كده والفيس والكلافيكل، دي بيبقى بيكبرهم عن طريق ان في ممبرين موجود كده، شايفين السكال الطفل لما بيتولد بيبقى عنده جزء كده في دماغه في ممبرين مفيش عظم، جزء طري كده، عشان كده قالك ما تحطش ايدك على دماغ الطفل خلي بالك عشان كده. فالممبرين ده بعد كده هيتحول لعظم، تمام، ده بيبقى موجود في الايه، خلاص المنترا ميمبرس ده في السكال والفيس والكلافيكل. مراحله ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه اليو ام سي تبقى تعمل اوسيفيكيشن سنتر، بعد كده اليو ام سي دي تتحول الاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست تبدا تصنع بون ماتريكس وتعمل ترابيكولي وتمسك مع بعضها الترابيكولي وتعمل الاسبونجي بون بالشكل اللي قدامنا ده. ده مش بس كده، كمان البلاد فيسلز كمان تخترق السبيسز دي اللي بين الترابيكولي وتبدا اليو ام سي تكون البون مارو جواها، واليو ام سي الخارجيه تعمل البري اوستيوم. يبقى كده خلاص كوننا الترابيكولي والسبيسز كده، يبقى ده كده اتكون البون في الانترا ميمبرانس. طب الانترا كارتلاجينس بقى، ده كارتلج موجود وبيتحول لبون، اسمه انترا كارتلاجينس اوسيفيكيشن، ده بيحصل في اللونج بوند
بيحصل في الجنين، شايفين الجنين وهو في بطن امه لغايه الشهر الثالث، شايفين العظمه بتبقى معظمها كارتريدج، هيالين كارتريدج. يتولد بقى يبقى خلاص العظمه بدا يتكون فيها بونه اهوت بالشكل ده اللي هو لونه بني ده، يبقى ده نوع من الاوسيفيكيشن بيحصل في الكارتريدج، كارتريدج موديل. And example low في الابيفيزيس، العظمة الطفل بيطول ازاي؟ عن طريق حتة كده في العظمة بيبقى اسمها الابيفيزيال بليت. هنشرح الكلام ده كله بالتفصيل يعني، دي كده فيديو بس مراجعة. الابيفيزيال بليت ده بالشكل ده هو اللي بيطول العظمة. المراحل، مراحل سهلة اوي عشان ما ننساش. اول مرحلة بيبقى الغضروف مريح resting، بعدين يبدأ يتكاثر بالرفريشن، بعدين الخلايا تبدأ تنضج يبقى maturation وتكبر hypertrophy، بعد كده تبدأ تكون كالسيوم حواليها كالسيفيكيشن، بعدين خلايا ما تبدأ تكون كالسيوم فمش هيقدر خلايا الكارتلج يوصل لها نيوتريشن فالخلايا تموت، فيبقى البيت بتاعها فاضي، فيبدأ يحصل مرحلة الغزو اسمها الانفيجن. بعد كده يكون البون سبونجي بون، وبعد كده السبونجي بون يتحول يحصل ريموديلنج اند كومباكت بون فورميشن. 7 مراحل نعرف اسميهم ونعرف كل واحده كده عباره عن ايه. يبقى الريستنج دي عباره عن خلاص ريستنج كوندروسايت امبيدد ان زير ماتريكس، البروفليشن خلاص يحصل ريستنج تتحول ديفايد جيفنج لارج نمبر، تدي نمبر كبير وتدي روز اوف بارالل لونجيتودينال اكسس، تبقى بارالل للونجيتودينال اكسس بتاع البون روز من الكوندروسايتس. ماتوريشن يبقى الخلايا تكبر كوندروسايت جرو ان سايز، واللاكونه بتاعتها تكبر بما انها هي كبرت فاللاكونه تكبر ويبقى بينهم مسافات قليلة، تمام، مسافات تقل بين الخلايا وبعضها. بعد كده مرحلة الكالسيفيكيشن، لأن الخلايا الكوندروسايت دي بقى فيها ألكالين فوسفاتيز تبدأ ترصبه تطلعه تفرزه منها، فيبدأ يرصب كالسيوم حواليها، شايفين الكالسيوم بدأ يترصب حوالين الكوندروسايتس الكبيرة، فالكالسيوم لما يترصب يمنع البلاد سبلاي والنيوتريشن انها تدخل، هتدخل ازاي وفي طوب حواليها، فهي كده الخلايا دي تعتبر انتحرت كده، موتت نفسها بنفسها، فاللي يحصل النيوتريشن اتمنعت منها فالخلايا تموت واللاكونه تبقى فاضيه، والاوستيوجينيك سيلز اللي موجوده في البري اوستيوم تتحول لاوستيوبلاست، تبدا بقى تشتغل فرصتها جت. مرحلة الانفيجن، طب اللاكونة المقفولة ديت وفاضية كده الخلايا طمعانة عايزة تسكن فيها، مرحلة الغزو او الانفيجن، مين اللي يساعد لهم الطريق؟ المونوسايت، تتحول لأوستيوكلاست، والأوستيوكلاست تبدأ تاكل في الكالسيوم اللي حوالين اللاكونة وتفتح اللاكونة، اللاكونة فتحت بالشكل ده يبدأ البلاد سبلاي يدخل لها خلاص، فالامتي سبيسز اخترقت خلاط بالفاسكولار ميزينكايمال تيشو، اخترقها ودخلت جواها الفاسكولار ميزينكايمال تيشو، والاوستيوبلاست تبدا تصنع بون وتعمل ترابيكولي، ويبدا في مسافات كده بينهم وبين بعض هتتملى بالبون مارو بالشكل ده خلاص. بعد كده الاوستيوبلاست تفضل تزود 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 تقفل الفراغات الكبيره اللي فيها البون مارو دي وتحولها لهافيرجيان كانال، وتبدا الاوستيوسايتس تترصص في اللاميلي، تعمل كونسنتريك لاميلي حوالين الهافيرجيان كانال وتكون البون مارو، واي حاجات الريجولر اي حتت زايده من اللي هياكلها الاوستيوكلاست، ويتحول بكده الاوست السبونجي بون نتيجه ان الاوستيوبلاست فضلت شغاله وقعدت تكون وتقفل الفراغات الكبيره تحولها لفراغات صغيره توصلها لمرحله الكومباكت بون. وكده يبقى انتهينا من مراجعة الكارتريدج والبون، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.